روسيا او مصر بعينين من الناحيه الثانيه. قولي انا، يمكن ناس كتير حتى في تحليلات في الغرب بتشوف انه حراك الرئيس الروسي تجاه الشرق الاوسط ومصر خصيصا هو توسيع لدوره في المنطقه، باين طبعا دوره في روسيا وعدد اخر من الازمات الدوليه، لكن مصر طبعا تحديدا نقطه ارتكاز مهمه. هل بتعتقدي ان الروس بيقدموا نفسهم كمنافس اخر مره اخرى، او تعود المنافسه مره اخرى مع الولايات المتحده الامريكيه، ولا شايفه ان ده حاجه تخص بس المصالح الاقتصاديه الروسيه؟ هو طول حياتنا كروس في التاريخ غرب يحول يغير منتاليتي بتاع روس، بس هما مش فاهمين انه مش هينفع عشان بكذا سبب، عشان الجو، عشان عادات وتقاليد، عشان التاريخ، عشان تعسير اسيا، شنجز خان طبعا زي ما قلنا في خليط. فامريكا لو بصينا في التاريخ مين اصلا امريكان؟ الانديانس اللي هما موتوهم؟ لا، هما اللي جم من اوروبا وكان في ناس اوت كاست ومجرمين وكل الكلام ده، اسسوا بلد وبيعملوا اللي هما عايزينه، بيتكلموا على حريات. بس روسيا مش كده، روسيا عميقه قوي في عادات وتقاليد، فما ينفعش حد يجي وبالعافيه يحاول يغيرها. فروسيا اساسا مش عايزه حد يتدخل ومش عايزه تغير حاجه ومش بتنافس حد، هما على قدهم عايزين يعيشوا حياه زي كل الناس. وفعلا الاتحاد السوفيتي كان مقفول قوي، ابويا كان جايب بنطلون جينز في السكراتا مثلا، كانت حاجه الفولجوز. عرفتي في السكراتا؟ الحمد لله. لكن دلوقتي كل حاجه افيلبل، عايزين افلام، عايزين ثقافه، عايزين اي حاجه، ستيل زي مصريين، زي عموما الشرق الاوسط، كل واحد ليه فولجوز بتاعه محافظ عليها. فما يجيش بلد اللي اتعملت من 300 سنة وعايزة تسيطر اللي هي أمريكا وتمتلك بدون ذكر الأسماء. تمام. فمفيش منافسة. لا، مفيش منافسة، بس طبعا بوتين عنده تصورات عسكرية برضو في الشرق الأوسط جدا. يعني عنده. التصورات دي ما أكيد بتقلق الجانب الأمريكي. جدا، هو عايز يبقى عنده قاعدة في كل بلد عشان لو في حاجة يقدر يحمي ويساعدنا نحمي بعض. دي حاجة كويسة ذات نفسها. انت بتشوفي دي حاجة كويسة؟ طبعا. أمل؟ لا، أنا شايفة أنه سياسة الرئيس بوتين الخارجية مثلا فيما يتعلق ببعض القضايا زي مثلا الوضع في فلسطين، الوضع في سوريا، بتتفق جدا مع الرؤية المصرية ومع وجهة النظر المصرية. وأعتقد ده كان ظهر جليا في القمة الأخيرة بين الرئيس الروسي والرئيس المصري لما اتكلموا على قرار ترامب الأخير ونقل سفارة الولايات المتحدة من إسرائيل للقدس واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. بعتقد أنه الدولة المصرية، يعني مصر وروسيا الاثنين هدفهم التوصل أو العمل على إيجاد حل لتسوية سياسية، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو حتى فيما يتعلق بالوضع في سوريا مثلا. هناك مشاورات بين الجانبين المصري وروسيا على توسيع مناطق خفض التوتر في سوريا، مواجهة التنظيمات الإرهابية، مكافحة الجماعات الإرهابية اللي بتتسلل عبر الحدود من منطقة إلى أخرى. أيضا، هل ما بتشوفيش أنه الإعلام الروسي بيقدم برضو بوتين على باعتباره قيصر روسيا اللي قادر يقف وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه بيعيد التوازن الى العالم بس هو من خلال فعلا قوته؟ يعني هو فعلا كده، يعني لو هينقل الاعلام الروسي وجهه النظر المصري. سؤال طبعا، سؤال من الناحيه السياسيه بالطبع، يعني اكيد اي شخص او اي مواطن كناحيه اعلاميه او صحفيه اكيد في اعجاب بالرئيس بوتين وقراراته ومواقفه الداعمه للدول العربيه وكمان عدم تدخله في شؤون الدول. يعني بنلاحظ ان كل ما يحصل اي حاجه في اي دوله عربيه يطلع الرئيس بوتين يقول احنا سياستنا عدم التدخل في اي دوله مصريه. هو ايضا يعني شعار وجهه نظر الرئيس السيسي، يعني دائما بيرفض التدخل في شؤون الدول، التدخل الخارجي. فاعتقد انه شخصيه الرئيس بوتين حتى وزير الخارجيه سيرجي لافروف هي شخصيه مثيره للعجب، يعني للعجب او للاعجاب اعجاب، سوري. هي شخصيه قلبتي روسي، حاولي تترجمي.
فبعتقد انه شخصيه الرئيس الروسي شخصيه قويه، مسار جدل للعديد من وسائل الاعلام ليست فقط المحليه ولكن كمان العالميه. طيب احنا ما اتظلمناش شويه في الفتره اللي قعدنا فيها من غير